السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع بسكرة لنقف على مشروع هام جدا وضخم في ميدان إنتاج الدواجن، يعني ذبح الدواجن وتحويلها. وهذا المشروع اللي يعتبر الأكبر في الجزائر، وبالك ربما واحد من أكبر المركبات في إفريقيا، إذا مختص في ذبح الدواجن وتحويلها مع يعني تقنيات آخر ما يعني أنتجته العلم في ميدان التحويل، وكذلك في ميدان استرجاع الفضلات نتاع الدواجن. والمصنع هذا يعمل بطريقة الفول بروسيس، معناه زيرو نفايات، صفر نفايات، واللي يشغل حوالي 700 منصب شغل. وكذلك يتربع المشروع هذا على 20 هكتار، ونسبة الإنجاز تقدر حوالي 90%. إذن أعطيتكم بعض النقاط، سوف نشاهد المشروع هذا وندخل في تفاصيل أكثر في هذا الفيديو، والسلام عليكم. كل مره في خاطر لا نتحفظ على الشده كلها.